طيب، كان في ناس الحقيقة بعض المواطنين اشتكوا شكوى قاطني مدينة نصر، اشتكوا شكوى الحقيقة من الحي جريمة قص الأشجار بحديقة حولها المسؤولين بحي شرق مدينة نصر إلى موقف لعربيات القمامة. تعالوا بس نشوف كده الصور. الصور في يعني دي جريمة طبعا، في أي أهي ده فيديو، ده فيديو قص الأشجار اللي بيحولوه لموقف لعربيات الزبالة. احنا معانا تليفون. طيب، انا معايا السيد المحاسب مصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر. الو يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا طيب، استاذ مصطفى، احنا معانا على الناحية التانية استاذ رضا، احد سكان حي شرق مدينة نصر. يا استاذ رضا، الو. وسهلا. ايوه ايوه استاذ رضا، خليك معانا. طيب استاذ رضا، احكي كده للمحاسب مصطفى، ايه اللي بيحصل عندكم؟ عندنا من يوم 13/9 لقيت احتلوا المكان وعملوه بتاعت للعربات بتاعت الزباله والقمامه، وحاجه يعني غريبه مع اننا احنا بنحارب، والرئيس سياده الرئيس بيحارب حكايه القمامه وبتاع وعشوائيه، يعني المنطقه دي بقت عشوائيه، رغم ان احنا اجتمعنا مع رئيس الحي ووعدنا ان هو هيخليها بنينا صح، ودي منفذ لنا، دي منفعه عامه لكذا عماره، حوالي 7 8 عمارات، وللاسف الشديد بقت مجزره، بقت حكايه غير قذاره وكلاب وامراض. طيب، وبعدين احنا جنبنا عتيل الاسلام، مدارس 4 مدارس ودار ايتام وشغلانه، يعني ده معقول يحصل الكلام ده؟ يعني طب خليك معايا حاجه كده. غريبه يعني، تمام، خليك معايا كده يا وهم استاذ ولا رضا. امامهم حاجه ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه يعني عادي يعني. طيب، نسمع بعض كده يا استاذ رضا لو سمحت. استاذ مصطفى، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا فندم. وسهلا. طيب، الشكوى جاية من السكان وبيتحدث نيابة عنهم الأستاذ رضا اللي كان بيتكلم من شوية فندم، بيتكلم على جريمة قص الأشجار بالحديقة، وإنه يعني هم بيتأذوا أذى شديد من هذه الجريمة. اتفضل يا فندم، ما تعليقك؟ لا، هو الحقيقة طبعا هو الموضوع طبعا الأستاذ رضا بيبالغ شويتين في الموضوع ده، ولكن هو عارف المنطقة دي كانت عاملة إزاي، وأنا حولت المنطقة دي لأحسن منطقة في المناطق اللي حواليه كلها، وهو يعلم ذلك جيدا، وشايفني إن أنا في الشارع كل شوية، ولكن إحنا دلوقتي في ظروف إن عربيات القمامة اللي أنت شايفاها حضرتك ديت دي العربيات اللي بتخدم المربع اللي هو فيه كله، ولكن دي عربيات حكومه، لابد نلاقي مكان مثلا تتقفل عليه، احنا بنعمل لها بنجهز لها مكان، والعربيات دي بتخدم المربع اللي هو فيه دلوقتي حاليا، بترفع القمامه والمخلفات بمكان شركات النظافه، ولكن احنا بنجهز مكان طبعا هنحط فيه العربيات ديت، ولكن الحاجات دي مؤقتا بتقف عشان بترفع الزباله، والعربيات الصغيره الشعاب اللي حضرتك شايفاها دي بتلف على المربع كله، تلم الزباله بتاعت البيوت والزباله بتاعت الشوارع، وبعد كده تروح للحاويه الكبيره اللي انت شايفاها ديت عشان الزباله ما تترميش في الشارع، عشان نمنع رمي الزباله في الشارع. طيب، مش هيبقى في صناديق زباله في الشارع، هيبقى الحاويه دي هي البديله، تتملي الحاويه دي، الحاويه دي عباره عن مكبس بيتجمع فيه الزباله، وبعد كده بعد ما بيتملي بيتحرك يروح يدلق ويخش مكانه مكبس ثاني، لغايه ما كويس. المكبس ده يروح يفرك يرجع للمنطقة كلها. طيب، يعني يا استاذ مصطفى، دلوقتي العربيات دي واقفة هنا بشكل مؤقت؟ طبعا مش بشكل مؤقت، لغاية ما نشوف لهم مكان، لأن ده مال دولة، ما ينفعش إن أنا أرميه في شارع، واحد يسرق بطارية، يسرق عربية، يسرق أي حاجة يعني، فطبعا ده محطوط مؤقت كده لغاية. طب ايه موضوع قص الشجر ده يا فندم؟ موضوع قص الشجر ده تعليم عادي، يعني هما بيقلموا الشجر عادي، ما الشجر قدام حضرتك أهو. يعني هما ما بيشيلوش الشجر، مفيش لا مش قطع ممكن، أشجار؟ لا مش ممكن، احنا العربيات قدام حضرتك اهي، واللوادر قدامك اهي، وانت شايفه العمال اهي شغاله بتنزل في المكابس اهي، الكلام ده كله العربيات يعني اللي فيها اعتقد ان انت زبالة. شايفه الحركه الميكانيكيه بتاعت الشغل اهي شغاله، يعني احنا مش مخليين جهد عن جهد، شايفه العربيات اهي وبتشيل كل حاجه، الحاجات دي طبعا هو عارف ويعلم جيدا الحي ده كان عامل ازاي وتحول الى يا فندم، المنظر اللي
يا فندم، طيب دلوقتي احنا المكان ده يعتبر من ارقى الاماكن في مدينة نصر، وامام مبنى مهم جدا، مبنى سيادي مهم، يعني اكيد مش هنفضل موقفين عربيات القمامة في المكان ده، بالاضافة برضو لان موضوع التلوث ده بتاع عربيات القمامة مضايق السادة المواطنين، ما بتكلمش على قطع الاشجار، لان سيادتك بتقول دلوقتي ان ده تقليم عادي. ايوه فهل حضراتكم كحي مدينهم مثلا يعني وقت معين، احنا في الوقت ده هنشيل عربيات الزبالة من هنا وهنشوف لها مكان تاني تقف فيه، ولا ايه بالظبط يعني؟ يا فندم، كل منطقة هيبقى فيها مكبس زي اللي قدامك ده، وشايف انت العربيات بتصدي فيها اهو، المكبس ده هيتملي، كل منطقة هيبقى فيها مكبس زي ده كده، بديل لصناديق الزبالة اللي كانت بتبقى منتشرة في الشوارع عشان نمنع إلقاء الزبالة في الشارع. هيبقى في كل منطقة مكبس زي ده، والعربية الصغيرة الزرقاء اللي سعادتك حضرتك شايفاها ديت، دي بتجوب في الشوارع وعلى البيوت، بتجمع الزبالة من منبع عشان ما فيش حد يرمي في الشارع ويتحط في الحاوية ديت، والحاوية دي بتروح تفضي كل منطقة فيها حاوية زي دي كده. طيب واخد بقى حضرتك؟ دي المنظومة الجديدة، لازم يبقى في كل مربع في حاوية. لما ده يقول لي ما توقفهاش هنا، وده يقول لي ما توقفهاش، وده يقول لي ما توقفهاش، اوقفها لهم فين عشان تخدم المنطقة؟ تمام واخد يا بقى فندم، حضرتك؟ تمام. طيب استاذ رضا، الو. ايوه الكلام، طبعا الكلام دوت ما ينفعش. الاستاذ مصطفى بيقول ما هو ما فيش قطع شجر اهو يا فندم، لا 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 والفيديو لا لا، في قطع شجر، فين؟ ايه ده احنا مصورين ده امبارح، هم عاوزين يشيلوا الشجر علشان ايه؟ يقدروا يستغلوا الارض. يا فندم هو قال ان العربيات، ما هو حضرتك سامعه دلوقتي بيقول العربيات واقفه بشكل مؤقت، وبعدين هو لا لا انا لا لا لا، بساله دلوقتي يا فندم قدام سيادتك على موضوع قطع الشجر، قال ان ده تهذيب، يعني اي مكان لا بيبقى ما فيش فيه شجر تهذيب خالص. بيشيل لا لا، الزياده، بيشيل هنبعت الزياده ده. سيادتك، هنبعت في هو فيديوهات ليكي ما قطعوش هما الشجره بيقطعوا. نفسها، من يعني الشجره نفسها ما اتقطعتش، هم بيشيلوا لا لا الزياده لا، قاطعين، بيقللوا الشجر. هبعتها لك، هبعت لك، احنا مصورين هم قاطعين ومحملين، كلهم بيقطعوا عشان عاوزين يفضوا الارض. يعني الشجر ده دلوقتي مش موجود اللي انا شايفاه ده؟ لا لا، مش في قطعوه، قطعوا فيها الشجر، قاطعين وهم استاذ رضا، يقطعوا كلهم. استاذ ايوه رضا، الشجر ايوه ده اللي انا شايفاه قدامي ده مش موجود دلوقتي؟ لا، هم بيقطعوا كلهم شجرتين ثلاثة على سن اللي تبقى أرض بقى. وده كلام فيه حد يعمل في وسط سكان، ده كومباوند، ده من زمان المكان ده كان في الإخوان قبل كده، وبعدين مشوا ده وبعدين ظهر ميدان الشهيد هشام بركات، صح؟ أيوه، يعني بيهدينا رئيس الحي بالكلام ده، يبقى حط القمامة وكلاب والأمراض منتشرة، ده كلام. وفي حضانة وفي مدارس، إيه ده إيه ده إيه ده، وفي جامع وفي دار أيتام وفي مركز طيب طبي. في حاضر يا استاذ رضا. طيب استاذ مصطفى، بعد اذن حضرتك بس بنطلب منك تراجع بس الاجهزه عند سيادتك، يمكن في اي واضح ان في بس سوء تفاهم، نرجو بس التوضيح والمتابعه بعد اذنك، يا ريت نقدر لو نتابع بكره ولا حاجه. استاذ مصطفى معانا؟ منطقة كل يوم، وده بقى حضرتك بيمر عليا في الأسبوع مثلا مرة أو مرتين في الأسبوع، والأستاذ رضا لو سمحت يشرفني ويجي يوريني الشجر المقطع فين، لأن إحنا اللي بنحارب أي حد يقطع شجرة، مش معقول إحنا اللي هنقطع شجر. طيب هو بيقول ان كلام كل يوم بيقطعوا شجرتين، بيبقى فممكن يا فندم يكون مثلا في حاجة في الأجهزة عند سيادتك بيقطعوا شجرة ولا حاجة، فممكن لا نراجع بس. مش ممكن، مش ممكن، ما يقدرش يقطع شجرة. ليه؟ ما فيش اي موظف عندنا او اي مسؤول في الحي يقدر يقطع شجره، ده احنا تمام بنحارب اللي بيقطع شجره، تمام يعني اللي بيقطع شجره بنغرمه، هنقطع احنا الشجر؟ طيب فده طبعا كلامه. بعد اذن حضرتك يجي يشرفني في المكتب وانا هنزل معاه بنفسي ماشي. ويوريني الشجر المقطع فين على الطبيعه، امتى يا فندم وبعد يجي كده لسيادتك؟ يكلم امتى؟ سعادتك، وبعد كده يكلم سعادتك يقول لي سعادتك النتيجه. تمام، يجي لحضرتك امتى يا فندم؟ يجي لي في اي وقت، انا كل يوم متواجد بعد الساعه 12 في المكتب. بكره بعده مثلا او يجي لي يا يوم رضا السبت ويوم الاحد. ايوه يا معاك، انا ميعادك مع الاستاذ مصطفى اهو بيقول يوم الاحد ان شاء الله الساعه 12 اروح الظهر، اعمل ايه اذا كان كل حاجه واقع؟ هو هو هينزل بيقول ما مع فيش حضرتك. استاذ رضا احنا سيادتك، بنتفاهم هو عشان بيقول نحل المشكله. الشجر ما اتقطعش، وبعدين في غرز، ما هو يا في فندم، كافيهات، ما انا هقول لحضرتك حاجه، هقول في لحضرتك كافيهات حاجه. محطوطه، وفي ورش، يعني بقت عشوائيه طيب عشوائيه انا هقول عشوائيه. لحضرتك حاجه دلوقتي، هي الاستاذ الورش مصطفى رئيس الحي بيقول لحضرتك هتيجي معاه، هتيجي يوم الاحد ان شاء الله الساعه 12 ده، هو هينزل بنفسه مع سيادتك ما علشان. نزل معانا قبل كده يا استاذه، نزل يا معانا فندم قبل ما احنا كده. هنتابع، احنا متابعين، احنا ماشي متابعين، ماشي ماشي ولو في حاجه بالصور ولا حاجه تبعتها لنا بعد اذنك. ماشي ماشي، احنا مصورين.
جاهزين لكل حاجه. طيب معادك يوم الاحد ان شاء الله استاذ رضا، وبشكرك وبشكر طبعا محاسب مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينه نصر، شكرا على هذا الحوار. طبعا مهم جدا يكون في حوار دائم بين المواطن والمسؤول، واكيد في سوء تفاهم في موضوع قص الاشجار في شرق مدينه نصر. طيب نروح لاخبارنا.